ودلوقتي جه ميعادنا مع اخر فقراتنا. دايما اول ما بنسمع كلمه التيك توك نربط الموضوع على طول بالهزار والضحك، مع ان في ناس كتير جدا اهتموا ان هم يعملوا محتوى مفيد وينفعنا في حياتنا، زي طبعا المعلومات العامه، التنميه البشريه، ونصايح عشان تزود ثقتنا بنفسنا، وغيرها من الموضوعات اللي بتحسن مننا وعلاقتنا كمان بالناس. ضيفنا اللي منورنا النهارده عنده حوالي اكتر من 500,000 فولور على تيك توك، وهو مسؤول التغيير والتطوير في واحده من الشركات العالميه، وبلوجر بينصح الناس ازاي يطوروا من مهاراتهم وشغلهم على السوشيال ميديا. محمود مصطفى، مؤسس صفحه المدير. ازيك يا محمود؟ ازيك، عامله ايه؟ صباح الحمد خير. لله كله كويس؟ كله زي الفل. اول حاجه هسالها لك، ايه هو نوع المحتوى اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا؟ بص، هو نوع المحتوى اللي انا بقدمه، في ناس بتسميه المحتوى المفيد، وده المقصود منه ان هو بيدي الناس معلومات او نوع من انواع النصايح. انا بستند لحاجات انا عارفها شخصيا، فبحكم شغلي في شركات عالميه في مجال التسويق وفي مجال الاداره، بتكلم مع الناس على حاجات تساعدهم ازاي يطوروا نفسهم في الشغل، بتكلم معاهم شويه على التسويق، بتكلم معاهم على السوشيال ميديا، وكمان بتكلم على شويه نصايح ازاي نحسن المهارات بتاعتنا، زي الثقه بالنفس، زي الذكاء العاطفي، حاجات ما شابه ذلك يعني. بس دي حاجات ناس كتير قوي بتاخدها من دكاتره كمان، صح؟ صح. انت دارس حاجه معينه تقدر تفيد بيها الناس؟ يعني واخد مثلا شهاده معينه او قاري في حاجات معينه بتساعدك ان انت تساعد الناس بالطريقه دي؟ بصي، انا الاستناد بتاعي دايما للخبره العمليه. 22 سنه في شركات عالميه، مع جنسيات، تعاملت مع جنسيات مختلفه في وظيفات مختلفه، اغلبها في مصر وبعضها كان في الخليج، فبحكم الاحتكاك العملي شايف ان في حاجات عمليه ممكن نبسطها قوي للناس، وده اللي بحاول اعمله في المحتوى بتاعي. فهي مش مبنيه على دراسه قد ما هي مبنيه على خبره عمليه. زي ما بيقولوا كده، اسال مجرب وما تسالش طبيب. بالظبط كده. طيب، انت سميت الصفحه بتاعتك المدير، جبت الاسم منين وليه؟ بصي، هو كان في ناس مسمياني على تليفونهم المدير، فعلى طول كل اللي كانوا بيقولوا انت المدير، فكنت باخدها الاول بضحك، وبعدين لقيت ان الاسم ده مناسب عشان اوصف اللي انا بعمله، لان انا مش دكتور. بعض الناس بتفتكر ان انا دكتور نفسي او لايف كوتش، فبحاول اقول للناس يا جماعه انا موظف، وفي خلال وظيفتي اتعلمت الاداره، وبحاول ابقى الشخص اللي ممكن يجيب لكم المعلومه وتثقوا فيه. طيب، ايه نوعيه المشاكل اللي ممكن تكون بتقابل الشباب اول ما بيبتدوا شغل؟ بصي، بيبقوا حاطين نفسهم تحت ضغط ان هم عايزين يثبتوا نفسهم من اول يوم. اهم حاجه لما تكون داخل على شغل جديد ان انت تفهم الدنيا ماشيه ازاي، مديرك عايز يشتغل معاك ازاي، الناس اللي حواليك بتشتغل ازاي. كل شركه ليها طبيعه، في شركه مثلا شركه عائليه، فبتستند قوي على ان الناس تتعامل فيس تو فيس وتتكلم في كل حاجه، وممكن كمان يبقى العواطف فيها بتلعب دور. في شركات تانية مثلا زي الشركات اللي هي بتبقى مدرجه في البورصه، او شركات عالميه ليها سيستم، فبقى ليها جايد لاين تقريه تفهم الشركه دي شغاله ازاي. فاول ما تخش على شغل جديد انت محتاج تفهم المكان اللي انت فيه ايه طبيعته وايه طريقه الشغل، الناس بتحب تشتغل ازاي. ودي بتيجي ان انت تسمع كتير، تفهم الناس اللي حواليك بتقول ايه، تسال كتير، وما تحاولش ان انت تستعجل انك تقول رايك في الاول. يعني تفضل تاخد كده انبوت انبوت انبوت، تسمع اكتر ما تتكلم. بالظبط. اوكي. لغايه ما يبقى الاوتبوت اللي ممكن تطلعه حاجه كبيره، بدل ما تقول حاجه صغيره النهارده تستنى شويه وتطلع حاجه تكون يعني اكبر واقيم للناس. طيب، بحكم ان انت بتتعامل كتير اكيد مع الشباب على تيك توك، وزي ما احنا قلنا قبل الحلقه قلت لي دايما معظم الناس اللي بتتابع تيك توك بيكون سنهم اصغر شويه من الناس اللي على بقيه البلاتفورمز على السوشيال ميديا. تفتكر ايه هي المشاكل اللي بتواجه الشباب اصلا عشان يلاقوا شغل، مش اللي بقى بيلاقوها وهم عندهم الشغل اوريدي؟ اوكي. طيب، هو بصي عامه يعني السوق مش في احسن حالاته بصفه عالميه وفي مصر بسبب الكورونا وبسبب حاجات كتير قوي، ومعظم الشغل كمان بقى اونلاين، وبقى في حاجات كتيره اونلاين، وبقى في حاجات كمان ان يعني الماشينز بقت بتحل محل البني ادمين، ففي تغيرات كتير قوي بتحصل في العالم وبتاثر علينا في الاخر في مصر، وبتحصل برضو في مصر. فالبروسيس اولا مش سهل، فالنصيحه الاولى ان احنا نبقى شويه يعني نصبر وناخد وقتنا في الموضوع ده. النصيحه الثانيه ان احنا نعرف المشكله فين. يعني انا دلوقتي السي في بتاعي فيه مشكله، هل انا مثلا لما بودي السي في ما حدش بيكلمني، يبقى السي في هو اللي فيه مشكله. انا مثلا بعد ما بعمل انترفيو ما حدش بيكلمني، يبقى الانترفيو هو اللي فيه المشكله. علشان اعرف المشكله دي محتاج ان انا شويه يعني اسال، مثلا لو انا عملت انترفيو مع حد ولقيت الانترفيو ما مشيش حلو، ممكن اساله ايه الحاجه اللي انا ممكن اطورها المره الجايه. بصراحه مش كل الناس هتجاوبك، بس انت محتاجه تحاولي يعني تلقطي معلومات من ناس مختلفه لغايه ما تعرفي المشكله فين. النقطه الثانيه ان انا مش لازم كمان ابقى لازم اشتغل في تخصصي. طب انا ممكن اشتغل بره تخصصي الاول وبعد كده اروح لتخصصي، او ممكن اجرب حاجه جديده وابقى شاطر فيها. بالمناسبه، وفي ناس كمان بتكون بتحب حاجه معينه وبينجحوا فيها وما بتكونش ليها علاقه خالص بدراستهم. صح، ودي ما بتجيش غير بالتجربه. طبعا انت تجربي حاجات مختلفه. انا خريج محاسبه، ما اشتغلتش محاسبه ولا يوم، اشتغلت وانا في الجامعه في المبيعات وبعد كده في التسويق، وكملت بعد كده في التسويق. اوكي. بس طيب، انت كمدير لما بيجي لك سي في بتبص على ايه
علشان تقول مثلا انا ممكن افكر ان انا عين هذا الشخص؟ غششنا شويه. ده سؤال حلو. طيب اولا بيهمني ان يبقى السي في واضح وسهل، ما تعبش وانا بقراه، لان ده معناه ان الشخص عامه منظم وعارف يعني يعرض نفسه بطريقه منظمه. فعشان كده بنصح الناس ما تروحش لسيفيهات طويله قوي، لان ما حدش بيبص على السيفيهات الطويله. يبقى الكلام اللي فيه واضح. ببص اذا كان الشخص شايف نفسه ازاي، فهل حاطط مثلا حاجه هو شايف ان هو انجزها وازاي هو كاتبها. فدايما الناس تكتب في السيفيهات الحاجات اللي هم انجزوها، اللي بنسميها يعني اتشيفمنتس او ريزلتس، ايه النتائج اللي انت سعيد بيها، وبتفرق قوي النتائج دي. لو مثلا انا بعين مدير، فبشوف اذا كان كاتب اي حاجه عن ان هو عمل فريق او عمل تيم، هل هو مركز مع الحته دي، لان ده دوره الاساسي، مش بس ان هو يحقق ارقام او يحقق مبيعات. فخلينا مختصرين، خلينا واضحين على قد ما نقدر، ونركز على النتائج. الناس دايما في السي في بيحاولوا ان هم يكتبوا صفحات وصفحات عشان يحس ان هو عمل حاجات كتير وكده. انت دلوقتي بتقول خلينا مختصرين جدا. اوكي، يعني لو حد خريج جديد مش مفروض ان يكون السي في بتاعه اكبر من صفحه. لو حد عنده من 0 لـ5 سنين من وجهه نظري صفحتين بالكتير. بالكتير يعني ده اقصى حاجه. اوكي، طب بالنسبه للغات؟ طبعا ممكن بكتب بقى حاجات زي اللغات اللي انا عارفها، زي المهارات بتاعتي، بس ما لا انا مش عايزه اعرف هما هيكتبوا ايه، انا عايزك تغششني. انا دلوقتي لو بقدم على شغلانه جديده اكتب فيها ايه اللي ممكن يشد انتباه المدير ده علشان يقول والله السي في ده كويس؟ اوكي، طيب هو لو خريج جديد فهو هيركز على شويه حاجات مختلفه. بمعنى ايه؟ ان هو هيتكلم شويه عن المهارات اللي هو عنده، سواء حاجه اكتسبها مثلا من تدريب. لو اتدرب في شركات لازم يكتب الكلام ده، لان خبره عمليه مهمه. لو انا لسه خريج جديد فانا عملت ايه في فتره الجامعه، لو انا مثلا عملت مشروع مثلا خيري او عملت اي فولنتيرنج، كنت بجمع فلوس بعمل اي نشاط اكتبه. لو عندي نشاط رياضي او تفوق رياضي اكتبه. الحاجات دي مهمه لان انا خريج جديد، فدي انجازاتي اللي انا عملتها طبعا. ودي حاجات بتاثر في شخصيتي والناس بتبص عليها، انا شخصيا ببص عليها. فده أوكي. بالنسبه للخريجين الجدد. بالنسبه ولغات، يعني تحت مهارات برضو لغات. اكيد الناس اللي عندها خبرات، فطبعا لازم تكتب الشركات اللي هي اشتغلت فيها وايه الانجازات الرئيسيه اللي هي عملتها فيها، بجانب الحاجات الاساسيه. بس مثلا لو انا عندي 5 سنين خبره، مش معقول مثلا هكتب انا بعرف اتعامل مع الكمبيوتر، لان انا ما بعرفش اتعامل مع الكمبيوتر وبقدم مثلا لشغلانه زي دي، ما كنت بعمل ايه الـ5 سنين اللي فاتوا. ففي حاجات بديهيه مش محتاجه تتكتب. لو انا مصري مش محتاج اكتب انا بتكلم عربي، لان انا اكيد بتكلم عربي بالظبط. فاهمه قصدي؟ انا عايزه اقول لك ان انا اول سي في عملته في حياتي، انا فاكره ان انا كتبت الرياضه اللي بلعبها من كتر ما هو كان فاضي، مش عارفه لسه اكتب ايه، لان كنت لسه متخرجه. وناس كتير عايزه اقول لك قالوا لي والله لا دي حاجه كويسه لانها ساعدتني بعد كده. صح 100%، لان الرياضه بتعمل شخصيه، فنوعيه الرياضه هتوضح لي ايه الحاجات اللي ممكن تكون مميزات في حضرتك، وبالتالي ابقى عارف ايه اللي انا ممكن يعني الشخص اللي قدامي عامل ازاي. طيب احنا هنستغل وجودك النهارده يا محمود، وهتقول لنا وتقول لمشاهدينا، احنا دلوقتي ابتدينا بيج على الانستجرام مثلا، خلاص الصفحه بتاعت الانستجرام دي بتاعت واحد عايز يكون عنده فولورز كتيره، ايه هي الخطوات اللي هو يعملها علشان يجذب عدد كبير من الفولورز ويبتدي يتعرف؟ طيب هو الهدف بتاع فولورز كتير ده نتيجه، ده مش هدف. اوكي، فهو لازم الاول يحدد هو ايه هدفه من الكونتنت اللي هو بيقدمه. احنا علشان نتفرج على اي حاجه، احنا في الاخر السوشيال ميديا لو هنعرض عليها محتوى، انا عشان اتفرج على المحتوى ده وابقى فولور مثلا لحضرتك، يبقى لازم تضيفي لي اي قيمه. أوكي. سواء كانت قيمه اديوكيشنال، حاجه تعليميه، او ممكن تبقى قيمه انترتينمنت، دي برضو قيمه، حاجه طبعا ترفيهيه. فلازم حتى لو كوميدي، في ناس طبعا كتير بتتابع حاجات بدمها خفيف والواحد بينبسط لما بيتفرج عليها برضو، يعني بيحسن المود، ودي قيمه بالظبط. انت في الاخر اضفت للشخص ده حاجه كويسه، حاجه حلوه، بالعكس ممكن تكون حاجه اهم كان محتاجها مثلا هو ينبسط في اللحظه دي. فلازم تحدد ايه الهدف بتاعك، ايه القيمه اللي هتضيفها للناس، دي اول حاجه. تاني حاجه لازم تعملها بطريقتك، لان خليني اقول لك ان تقريبا كل المعلومات اللي في الدنيا موجوده على السوشيال ميديا، مفيش حد هيطلع وجوجل بالظبط، مفيش حد هيطلع بحاجه جديده. صح، هنلاقي في الاخر 500 مصدر قالوا نفس الكلام قبل كده. اللي بيفرق كونتنت من كونتنت ازاي انا بقدمه، بنسميها السيكريت سوس او الوصفه السريه، يعني الطريقه بتاعتك هي اللي هتخلي الناس تتابعك، فخليك على طبيعتك. تالت حاجة ان انت لازم تكون بتنبسط وانت بتعمل حاجة دي. ليه؟ لان انت هتعك كتير جدا. اول فيديو لما باجي اشوف اول فيديو انا عملته بقول ايه الوحشة دي، ده اوحش فيديو عملته في حياتي. واحدة واحدة اكيد بتحسن مع الوقت، يعني بالظبط بتطوري نفسك مع الوقت، ما تركزيش قوي. دي النصيحة الرابعة مع الكواليتي. الكواليتي فيها شوية حاجات بيزكس، اضاءة، ببص لشباك، ميكروفون عشان صوتي يبقى واضح او يبقى صوتي في مكان هادي عشان ما فيش حاجة تشوش عليه، وبركز اكتر على الكونتنت، المحتوى بتاعي هو اللي بيقول ايه، وشوية شوية بحسن في الكواليتي. طيب انت قلت لنا اول فيديو كان وحش قوي، اكيد بعد شوية بيتحسن. صح، اول فيديو عملته كان ايه؟ اول فيديو عملته كان عن سن الـ40، كنت لسه تمام 40،
وعملته عن سن الـ40 وازاي الواحد بيفكر ان هو ممكن يكون في سن الـ40 ده يعني حاسس ان هو كبر، لكن في نفس الوقت حاسس ان هو اتعلم حاجات كتيره وممكن يكون مش اسعد فترات حياته وهو صغير. فسن الـ20 ممكن يكون قابل مشاكل دلوقتي ما بقتش عنده لانه اتعلم منها. فده كان اول فيديو. لما باجي ابص على الاداء بقول ازاي انا نزلت الفيديو ده اصلا. انت بتكبر وادائك بيتحسن اكيد. بالزبط. كان في حاجات وحشه كتير، انتقادات على الفيديو ده في الاول؟ لا، لان هو كان الفيوشيب بتاعه كان قليل جدا، كان حوالي 2000 واحد. يعني اول فيديو عملته 2000 ده على فكره رقم برضو. ده كان على يوتيوب. وانا اظن الـ2000 دول كان اغلبهم صحابي. اوكي. فهو كان في مجامله شويه الى حد ما يعني. فما كانش في انتقادات، بالعكس هو الانتقادات بتزيد لما الفولوينج بتزيد طبعا. طيب خلينا نروح نشوف فيديو ليك ونرجع تاني. يلا بينا. ساميول باكيت، وده كاتب معروف، عنده مقولة عن الفشل بحبها قوي، بيتكلم ان انت لازم تجرب، بيقول لك لو جربت وفشلت جرب تاني وافشل تاني، بس افشل احسن، فيل بيتر، لان هو عارف ان عشان تجرب حاجة انت معرض للفشل، لكن الفشل ده هتتعلم منه ومع الوقت هتفشل احسن، يعني هتبقى في طريقك. ممكن تعلق لي على الفيديو ده؟ ده انا بحبه قوي. هو شكله ظريف جدا، احنا عايزين نعرف عنه اكتر. طيب بصي، هو النقطة المهمة ان احنا بنتعامل ازاي مع الفشل، واحنا ازاي بنشوف الفشل. اول حاجة، هو الفشل من وجهة نظري هو جزء من اي نجاح، يعني اي حد هينجح في حاجة هو اكيد في النص هيفشل في حاجة. بس تعالي نرجع تاني للديفينيشن بمعنى الفشل. انا فشلت في حاجة تختلف عن انا فاشل، دي حاجة كبيرة قوي. انا فاشل دي حاجة كبيرة قوي. انا من وجهة نظري ان الفاشل هو اللي ما بيحاولش بالظبط، ويقدر يحاول. يعني انا برضو ما نقولش ان في حد مثلا مش قادر يعمل حاجه لقدراته او لاي ظروف عنده او لظروف نفسيه، ده مش هنسميه فاشل. لكن لو هو يقدر وما بيحطش المجهود او استسلم، هو ده من وجهه نظري الفشل. أوكي. لكن ان انا افشل في حاجه، وهو ده بقى اللي احنا بيحصل كل يوم وبيحصل كتير جدا، كلنا بنفشل في حاجات كتير قوي، بنفشل في علاقات، بنفشل في حاجات بنعملها في الشغل، بنفشل في حكمنا على حاجات معينه بنكون شايفينها بطريقه وبتحصل بطريقه، فده يعني مش الفشل الوحش، ده الفشل اللي احنا بنتعلم إيجابي منه. انا حبيت اسميه هنا فشل عشان عارف ان الكلمه دي بتخض الناس، والناس معظمهم بيدخلوا يبصوا على الفيديو. برضو اختيار العنوان كان مهم طبعا. بالظبط. فانا عايز اقول ده مش فشل، لان هو جه ساميول باكيت هنا وقال ايه؟ افشل احسن، وده معناها ان انت من الفشل هتتعلم حاجه وتحسنها. لو انت ما بتتعلمش يبقى انت كده خدت قرار انك تفضل تغلط نفس الغلطه، دي حاجه تانية. لكن لو انت بتغلط في حاجه او بتفشل في حاجه وتتحسن، دي حاجه كويسه. ما تشخصنش، ما تخليهوش هو الشخصانه بتاعت الفشل. يعني ايه؟ انت انا غلطت في الحاجه الفلانيه، ده مش معناها ان انا غلطان طالما انا مش قاصد اعمل القصه دي وطالما ان انا بتعلم. فده جزء من ان انا اوصل ان انا انجح في حاجه. طيب سؤال بقى مهم، اكيد كل الناس بتتفرج علينا هتبقى مهتمه بيه، ان اكيد دايما عندنا شخص في الشغل تحس كده الكيمياء مش ماشيه معاه، او تحس ان مديرك سخيف شويه معاك، او تحس ان الباك جراوند بتاعتكم مختلفه، طريقتكم وانتوا بتتكلموا مختلفه. ازاي الواحد يقدر يتعامل مع حد عامل كده معاه في الشغل؟ طيب ده طبيعي، وده مش حد، ده كتير. احنا كلنا مختلفين اكيد. هو اول حاجه ان احنا نغير شويه نظرتنا للاختلاف. هو الاختلاف ممكن يولد حاجه كويسه. يعني لو انا وانت عندنا اراء مختلفه، ممكن بدل ما نطلع برايي او برايك ممكن نطلع براي تالت يبقى كويس. فاول حاجه ان انا ابص على الاختلاف ده بطريقه ايجابيه، لان هو فعلا ده اللي ممكن يطلع حاجات مختلفه. الناس اللي بتشتغل لو كلهم زي بعض هيطلعوا كل يوم نفس الحاجه، صح. لو مختلفين جايز يطلعوا حاجه مختلفه. فدي اول نقطه. النقطة الثانية، ان اللي بيسهل التعامل بيننا وبين بعض او اللي احنا بنسميه كيمياء، هو نوع من انواع الثقة. والثقة دي بتاخد شوية وقت وبتاخد شوية مجهود. عشان نبني ثقة محتاجين ان احنا نتكلم مع بعض بوضوح. ما بيحصلش بسهولة قوي وما بيحصلش من اول يوم، بياخد وقت. والثقة دي بتزيد مع الوقت. أوكي. مع التجارب. صح. جربتيني ولقيتي ان انا تقدري تعتمدي عليا، قلت لك حاجة وفعلا عملتها، وهو ده المبدأ الاساسي، ان انا الحاجة اللي بقولها هي اللي بعملها. صح. او ووك ذا توك. فاحاول ابني ثقه بيني وبين الشخص. لما يبقى في ثقه بيني وبينك حتى لو اختلفنا بنقدر نلاقي يعني حلول. لكن لما يبقاش في ثقه ببقى دي قصدها كذا، دي قالت كذا بس قصدها كذا، ده قصده كذا بس قال كذا. فبنقعد بقى نلف حوالين بعض وناخد وقت كتير جدا. فالنقطه المهمه ان احنا نبني ثقه بيننا وبين الناس. في بعض الاحيان بيبقى في بقى صدمات عنيفه وعايزه ان احنا نتكلم فيها، زي ان انا مديري بيقول لي حاجه وانا مش فاهمها ومضايقاني ومأثر على شغلي. في الحاله دي انا محتاج اعمل نوع من انواع المصارحه، وان انا اقعد واتكلم معاه. في المصارحه دي بيبقى في حاجه مهمه قوي ان انا اعملها، وهي اختيار الكلمات. انا حاسس ان انت متضايق مني، غير انت بتضايقني، انت بتضايقني، انا كده خليتها بيرسونال، خليتها شخصيه جدا واتهام.
لكن انا حاسس ان انت متضايق مني، ده احساسي، انا حر في احساسي واحساسي هو اللي انا حاسه، ممكن يبقى صح ممكن يبقى غلط. فبستخدم شويه كلمات، بستخدم شويه امثله، حصل في اليوم الفلاني ان انت قلت لي كذا كذا وده اللي اداني الانطباع ده، كل ده بيسهل الحاجات دي. انا عايزه اقول لك ان كمان الكلام ده بينفع مش بس في الشغل، يعني بين الصحاب، بين المتجوزين، بين اي حد، ان احنا نحاول نفهم اللي قدامنا وان احنا ننقي الكلمات، ودي حاجه مهمه جدا جدا جدا، بتساعد كتير قوي ان يحصل كوميونيكيشن او تواصل بين الشخصين او الفردين 100%. طيب خلينا نروح نشوف فيديو كمان ونرجع. يلا بينا. ازاي نبطل نقارن نفسنا بحد سابقنا؟ احنا ما نعرفش كل حاجه عنه وما نعرفش هو مر بايه لحد ما وصل للنجاح ده. الاهم انك تقارن نفسك بنفسك، كنت فين وبقيت فين. طيب الثقه بالنفس، ازاي نعزز ثقتنا بنفسنا؟ بص، الثقه بالنفس بتيجي من حاجات كتيره. هو اول حاجه ان احنا نبقى عارفين ان مفيش حاجه اسمها واحد واثق من نفسه في كل حاجه بيعملها. احنا بنبقى واثقين من نفسنا في الحاجات اللي احنا اتدربنا عليها. حضرتك بتقفي قدام الكاميرا كتير فواثقه من نفسك وانت بتعملي البرنامج ده. انا مثلا ما بقفش قدام الكاميرا كتير، فالموضوع بالنسبه لي هيكون مش سهل زي ما هو بالنسبه لك. فكل ما الشخص بيتدرب على حاجه كل ما بيبقى احسن فيها، دي اول نقطه. فانا بتدرب على الحاجه اللي انا عايز ابقى واثق من نفسي فيها، وببقى عارف ان كلنا مش يعني كل واحد بيبقاش واثق من نفسه في كل حاجه. مظبوط. تاني حاجه، اتقبل ان انا عندي مميزات وعندي عيوب. اكيد انا بني ادم وبالتالي عندي مميزات وفي شويه حاجات انا شغال على تطويرها وهي عيوبي. تالت حاجه، اتقبل فكره ان انا ممكن اغلط في حاجه وان انا ممكن اترفض في حاجه، ممكن اطلب حاجه طلب ما يناسبكيش. ده مش معناه ان انا وحش وما يقللش ثقتي في نفسي، بس ده معناه ان الطلب ده في الوقت ده ما كانش مناسب. ففي شويه حاجات لو فكرت فيها هتساعدني ان انا ازود ثقتي في نفسي، بس يمكن اهمها ان انا اتدرب على الحاجه اللي انا عايز ابقى واثق من نفسي فيها. بشكرك جدا يا محمود على وجودك معانا النهارده، ويا رب كل الناس اللي بتتفرج علينا تستفيد جدا من اللي انت قلته، وميرسي على المحتوى المفيد اللي انت بتقدمه على السوشيال ميديا. ميرسي جدا. ميرسي، انا انبسطت جدا.